سأل سؤال مهم في الحقيقة. بعض المرضى قد يكون في غيبوبة أو ما يسمى بوفاة سرية مثلا أو غيبوبة مؤقتة، في مثل هذه الحالة هل تشرع زيارته أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان لا يشعر بأحد ولا يدري عن أحد فهو لن يستفيد من هذه الزيارة، لكن إذا كان أقاربه يأنسون بهذه الزيارة ويسرون بها ويفرحون بها ويرون يعني أن هذا الزائر أنه مهتم بحالهم وبحال مريضهم فتشرع الزيارة في هذه الحال. المهم أن الزيارة إذا كان لها فائدة فهي مشروعة، سواء كانت الفائدة للمريض إذا كان بعقله أو كانت لأهل المريض. أما إذا لم تكن يعني هو سيزور هذا المريض وحده وهذا المريض لا يدري عنه فلا فائدة حين من الزيارة، والدعاء له يدعو له في أي مكان. نعم. يعني هل يقال أن الأجر مرتبط بتحقق الفائدة من الزيارة؟ نعم، هذا هو ظاهر الأدلة، لأن من حق المسلم على المسلم، فمعنى ذلك أنك تحسن إلى هذا بزيارته، فلا بد يكون لهذه الزيارة فائدة، إما مؤانسة لهذا المريض أو مثلا مؤانسة لأهله أو حتى اطمئنان على حاله، كأن يكون مثلا طبيبا وزيارته فيها فائدة يرى حاله وربما يشير على أهله، هنا تكون الزيارة مشروعة في هذه الحال. أحسن الله.